مائلي لمجلي أجرام تدمع عنك السحاب الهمطلي بذكر حي في الخمائل لمجلي أجرام تدمع عنك السحاب الهمطلي ورجاله عرب كرام سادة الأيام يحضرون سفا هتم من جاهلي فترى مجالسهم مساجد خوشع للآوى وفيه غير رشد وغزلي يتدارسون العلم ويخطى بيوتهم وليكر كل صبي حتي واصلي سيميهم التقوى وذكر لهم ودواهم بشري والقراء إلا مزيد يتناشدون من الغريب رقيقه يتسابقون إلى العلاء الباطل ولهم نعيم ليس خارج دائم فتخال خطب الدهر كالمتغفل وله من شكا الظماء أفائه ولحى وهم يصدون لب العاقل عرب خدالهم أشرفات الحقائب بطو كوائب مفعمات خلاخل هذه ديار الحي مغرة الردى فاسألي الربوع ودا أعمل ما العمل لي ألا رويت ما دريت بأن لذا مثل الشراب ومن لوي للجائلي فدعي الديار وأهلها ونعيمهم واصطنع بمدحك للإمام الكامل غضب الوجود ونوره وإمامه وفلا هذه أعلى في الأمر الهائل وشفاهه من جهله وطبيبه وقياده من كل خطب نازل شيخي حماه الله أكمل ذا الورى علما وبذلا للفقير العائل شيخي حماه الله وارث جده صلى عليه بما له في العاجل شيخي حماه الله خاتم كل من نلا المعارف من ولي ووصل شمس الشريعة باب كل فضيلة أصل الهداية لظبي الجاهل بحر الحقيقة سرها وفيوضها مكنونها مفتاح باب الداخل والله والله العظيم ومن عندنا سبع الطباق على الحضيض السائل ما قلت قولا كاذبا لكنني قصرت فيه ولست بالمتسائل فلربما كان السكوت بلاغة ويكون للقواب صدق للغائل قل ما تشاء بمديحه شهرا سوى فقال قوم في المسيح الفاضل الله يحفظ شيخنا ويعيله من كل شر من عدو صائل الله يولي قدره ومقامه
الله يحمي شهره من خزر يا رب صل على النبي وآله أصحابه والأولياء الكمل يا رب صل على النبي وآله أصحابه والأولياء الكمل لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.